أطور رياضية في مستوى عالي واللي عشرة أجيال منها الستينات والسبعينات وكذلك الأجيال الحالية. احنا بحاجة والرياضة الوطنية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة وكذلك بعض الرياضات مثل هذه اللقاءات التواصلية علاش؟ لأن عندها مهمة هذه الأطور الوطنية ولحد الآن مازال ما أدتهاش على الوجه الصحيح اللي هي محاربة هالظاهرة اللي مع الأسف أنها غزات كل ميادين الرياضية المغربية بمختلف المستويات ديالها، التعاطي للمواد المحضورة باش ما نقولش مواد منشطة، لأنه تلاميذ في سن تندرس ما يفرقوش ما بين منشط وممنوع ومواد ممنوعة. فبحال هاد اللقاءات خصها كثر، وانتم كمنبر إعلامي الدور ديالكم حتى انتم أنه تبلغوا المهتمين بالشأن الرياضي والممارسين بصفة خاصة الخطورة ديال تعاطي المسائل محضورة واللي غالبا 99% ما كتأدي المضاعفات سلبية إما على المستوى القصير القريب أو على المستوى البعيد من المضاعفة ديال الصحة. على حسب علمي كاينين 9 رياضات اللي هي ممثلة في هذا اللقاء، ويعني ناقشنا فيه يعني عدة محاور اللي كتتعلق بالرياضة وبمكافحة المنشطات في الرياضة. كنشكروا المنظمين وكنشكروا كذلك المديرية الجهوية للتعليم اللي هما عطاونا هذا الفضاء الجميل اللي احنا اجتمعنا فيه اليوم، والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات هي منفتحة على جميع يعني الاقتراحات بحال هادو الأيام الدراسية اللي هي كتغني الرأي العام كتغني النقاش في هذا الموضوع هذا. وكنعلمكم بانه الوكاله المغربيه لمكافحه المنشطات ان شاء الله ستستأنف البرنامج الوطني للقافله الوطنيه حول مكافحه المنشطات الرياضه اللي هي رياضه بدون منشطات التي تجول جميع جهات المملكه. غيكون عندنا لقاء ان شاء الله الاسبوع الماجي في جهة مراكش أسفي. البرنامج الأولي ديال هاد 3 سنوات للوكالة كان يعني كان فيه شمل عدة رياضات، غير هو كان عندنا واحد البرنامج اللي هو مكتف في ألعاب القوى، وكذلك يعني إن شاء الله في البرامج الماجية إن شاء الله غادي يكون برامج مكتفة في جميع الجامعات إن شاء الله الرياضية. الفكرة ما كانش ولدت اليوم، الفكرة تقريبا هذه أكثر من 25 عام. تعرف هاد القضية كان طابو ممنوع تهضر فيه، كانت يخلع الناس. وبذاك الوقت حنا كنا العصا على قبل القضيه وبقينا متبعين، لان انت تجت الرساله الملكيه في 2008 عام شويه تنفسنا. كان الملك كان جيري اتونسيون، كان جرأه عنده كبيره وكبيره بزاف، ودعا لي بما هذه القضيه خصها الاستئصال ديال الدعم. مع كل اسف وراء 2008 رؤساء الجامعات ما كاينش اللي ما كانش رد الفعل، داك الفيدباك ما كانش. مع كل اسف تدت الوكاله وحنا ديما وعندنا ملفات ورسنا المسؤولين، مع كل اسف ما كاين استجابه. ملي جات الوكاله درنا معها مشاركه، حنا الحمد لله دابا حنا بدينا العمل، بدينا التحسيس بالضربه، حيت الضربه هي كما تقولوا هي ام الرياضات وجمع لي كادر كلهم. دابا الحمد لله هذه ما هي الا بدايه في حقها، وحنا ان شاء الله تنوعدوا الدكتوره انتي ابو علي فاطمه باش حنا ان شاء الله غنبقاو. هذا خصو نضاله، هذا راه ماشي قضيه باش الاستئصال واحد الافه، راه ماشي سهل. راه الدوله ما قدرتش تقضي على ضروب كله فهمتي، ودير مجهود كبير الدوله فهمتي، وغاده وكاين نجاحات كبيره، ولكن مازال كاين المشاكل. حتى هاد الوكاله غتلقى مشاكل، ولكن حنا ان شاء الله غادي نتصداو لهاد الناس يديروا المشاكل، وغادي نعاونوها وغنتعاونوا من اجل الوطن ديالنا، لان حنا وطنيين. انا الوالد ديالي كان مقاوم، ما يمكنش اولا حرم عليا
يكون عندي معلومه ما نعطيهاش، اولا يكون عندي القوه باش نحارب واحد الافه وما نحاربهاش ما تنتسماش وطني.